الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، هي خاتمة في هذا الباب، نرى الكلام في نوجز الكلام في كل ما نقل عن ابن حزم في كتاب الإحكام في النظر في هذا الباب. أولا، اصطلاح العلة، التعليل عند ابن حزم أوسع من التعليل عند أهل الاصطلاح، أن العلة هو أمر خفي في إسناد ظاهره الصحة، ولذلك عمليا كان ابن حزم يعل بما ظهر وبما خفي، يعني حتى لو الإرسال يقول هذه علة، نعم، لو ضعف الراوي يقول هذه علة. ويتكلم عن حديث مملوء بالعلل، يقول أولها أن راويه مختلف فيه فجعل هذه علة. طبعا هو يقول راوي مختلف فيه، هو مرة بن عمير بن سعيد ومرة بن عمير بن سعيد ومرة نخعي ومرة حنفي، هو بيقول في علة ويرى أنه مختلف فيه، يعني الاضطراب في اسمه علة، وهذا علة خفية، ليست علة ظاهرة، ليست خفية. الاختلاف في الراوي علة في توثيق أو تجريحي علة ظاهرة، لكن الاختلاف في اسمه من هو، هذه علة خفية. قال في حديث عالم المدينة معلول لا يصح، حين يضعف علة ظاهرة ليست خفية، أعله بتدليس ابن جريج، وهذه علة ظاهرة ليست خفية، وأعله أيضا بالانقطاع، والانقطاع والتدليس كل ذلك علل ظاهرة ليست خفية. فإذا العلة عنده أوسع من العلة عند أهل الاصطلاح الذين يرون بأن العلة هو أمر خفي في إسناد ظاهره الصحة. يتشدد في الرجال فيضعف الموثقين، يعني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ضعفه وهو ثقة، وهناك أيضا رجال مختلفين ضعفهم، جزم بضعفهم، بل هو جاهل الترمذي، ايش تريد اكثر من ذلك؟ قال الترمذي مجهول، فهو متشدد في مسألة الرجال، متشدد متعنت في مسألة الرجال. ولذلك العلماء ينظرون للمتشدد يقولون ان وثق فعد عليه بالنواجذ، وان ضعف قارنه بغيره، وهذا كلام الذهبي، قارنه بغيره من اهل العدل، وتراه يقبل الزيادة، يقول على الدوام زيادة الثقة مقبولة، يقول إذا روى العدل زيادة على ما روى غيره فسواء انفرض بها أو شركه فيها غيره مثله أو دونه أو فوقه في الأخذ بتلك الزيادة فرض. نعم، ابن حزم متشددين في الرجال. المرسل عند 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 ابن حزم هو الانقطاع، أو هو ما سقط من الإسناد راوي، ولذلك هو قال في الإحكام المرسل من الحديث هو الذي سقط بين أحد رواته وبين النبي صلى الله عليه وسلم ناقل واحد فصاعدا، يبقى المنقطع والمعضل كل هذا مرسل عنده. والحق أن هذا عند المتقدمين، عشان نعلم حقا هذا عند المتقدمين. أيضا عند الجرح والتعديل، عند الجرح والتعليل أيضا يبهم، يعني لا يعطي جرحا مفسرا بل يجعله مبهما. احنا قلنا الجرح إذا ورد التوثيق في الفراوي الجرح لا يؤخذ به إلا أن يكون مفصلا. محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثوان ثقة، قال فيه ليس بالقوي فأبهم، وهنا هذا رجل موثق، فإن أراد تضعيفه لابد أن يأتي بجرح مفسر. وقال في أبو سفيان طرح بن نافع قال ضعيف، هكذا. وتعليله أيضا في علة العلل والسبب في إسقاط الحديث، يقول ساقطة لا يقوم بها حجة يسكت، فهو يبهم عند التعليل وعند الجرح، وهذا مأخذ عليه، لا سيما إذا كان يأتي بالتجريح في راو موثق، ومع ذلك لا يرتضي بالتوثيق على الإبهام، لابد له من تفصيل. ينتقد المتون، وهذه من في صفه، يعني انتقاد المتون هذا قوة العلم، لأن المتقدمون كانوا كذلك. المتقدمون لا يفردون الاسناد ببحث، بل الاسناد والمتن، ينظرون الاسناد والمتن، هذه الموازنه الصحيحه عند المتقدمين خلافا للمتاخرين. اشكال عنده مساله مهمه جدا، انه لا يستوعب طرق الحديث، والاجابه عن ابن حزم ليه ما لا يستوعب طرق الحديث، لانه لا يرى التصحيح بكثره الطرق، وهذه ظلمة ايضا في الطريقه. وعنده جهاله الصحابي تضر، وهذا خطا مبين، لأن الصحابي معدل من فوق 7 سماوات لا يحتاج إلى تعديل، لكن هو عنده أن جهالة الصحابي تضر، وهذا خطأ مبين منه، ويرفض كما قلنا التقوية بكثرة الطرق.
هذا إجمالي ما كان من ابن حزم في هذا الكتاب العظيم، ولله الحمد والمنة قد انتهينا من الكتاب وتعليل المنهج ابن حزم في تعليل الأخبار في كتابه الأحكام. نسأل الله جل وعلا ينفع بهذا الأمة الإسلامية. سعادتنا تمت أيضا بختام الكتاب، وإن شاء الله يكون الكتاب القادم وكتاب في الجرح والتعديل، سيأتي في الروات الجرح والتعديل الروات المتكلم فيهم في البخاري ومسلم كتدليس لو غيره. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات. فلله الحمد والمنة قد انتهيت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.